supporting innovation in Egypt. أول مسابقة من نوعها للشركات الناشئة في مصر أطلقها وزير الاتصالات والسفير الفرنسي ومحافظ البنك المركزي إثر التعاون الثنائي بين فرنسا ومصر في مجال الابتكار وريادة الأعمال، وذلك لدعم الأعمال الحرة وتعظيم فرصة نمو الشركات الناشئة في مجال الخدمات الرقمية. تحفيز الفكر الإبداعي والعمل الابتكاري هو قوام صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. الحمد لله قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري يخطو خطوات واسعة في هذا المجال. هذه المسابقة تعمق العلاقات المصرية الفرنسية من خلال الشركات الناشئة الفرنسية والمصرية، وهناك الكثير من الفرص في مصر التي يجب علينا أن نسعى لاغتنامها والاستثمار فيها. التعاون ده مطلوب جدا بين مؤسسات الدولة، وهو أساسا التعاون اللصيق بين وزارة الاتصالات والبنك المركزي، ده الحمد لله إن شاء الله بيجيب نتائج كويسة جدا. تتيح المسابقة فرصة للتطور أمام الشركات المصرية الناشئة التي تمتلك القدرة على النمو في القطاعات ذات الأولوية المشتركة للتعاون بين فرنسا ومصر، مثل الصحة، التكنولوجيا المالية، والمدن المستدامة. دورنا هو أن ندعم التطور العلمي التكنولوجي، ولكي نقوم بذلك فإننا نحتضن الأفكار الابتكارية في البلاد التي نعمل بها مثل مصر. المسابقة التي تنقسم لمرحلتين ستخرج بسبعة فائزين سيتقاسمون جائزة مالية وصلت قيمتها الإجمالية إلى 750 ألف جنيه ليقودوا التحول التكنولوجي في مصر والعالم. منى هاني، تن تي في.